بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. في إن ظالما أبدا وإن مظلوما. هذا البيت أصله لليلى الأخيلية. نعم. تقول فيه: لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالما أبدا ولا مظلوما. وليلى الأخيلية امرأة من العرب من معشوقات المعروفات، يقال جميل بثينة، وقد تعلق بها رجل يقال له توبة بن الحمير، وكانت معروفة بذكائها وجمالها، ماتت عام 80 من الهجرة على المشهور. وهي تريد أن تقول إن آل مطرف هم من بني عامر من قومها، تقول: لا تقربن الدهر آل مطرف، يعني لا تقربنهم بأذى، إن ظالما أبدا وإن مظلوما، والمعنى إن كنت ظالما أو كنت مظلوما. استشهد به النحاة على جواز حذف كان واسمها، على جواز حذف كان واسمها، لأن التقدير لا تقربن الدهر آل مطرف إن كنت ظالما أو إن كنت مظلوما. فكان والتاء اسم، كان الفعل والتاء اسمها، ظالما ومظلوما هذه واقع خبر، فأبقى الخبر وحذف كان واسمها، هذا موضع الشاهد. أما المعنى فيتقول: إن قومي ذوي عزة، إن قومي ذو عزة، لا تقربهم بأذى، إن كنت ظالما لن يجعلوك قادرا على أن تظلمهم، وإن كنت مظلوما لن تقدر على أخذ ثأرك منهم، فإنهم سيمنعونك. وقلنا وجه الاستشهاد، لكن تبقى مسألة في قضية البيت. قلنا إن ليلى لها علاقة بتوبة بن الحمير. كانوا قديما المرأة إذا أحبها أحد تجعله كريم الأخلاق. لما؟ هو يحاول أن يكون كامل الصورة في عينيها. فكان بعض المربين آنذاك يحرص على أن يغرس في قلوب طلابه وأتباعه مسألة العشق، ويقول أنه إذا عشق ستكمل مروءته، على اعتبار أنه لن يقبل أن يعيش وضيعا، لأن المرأة لن تقبله ولا ترضى أن يكون كذلك. حتى قالوا، وهذا من غرائب ما يسمع، تسمع أن جميل عشق من؟ عشق بثينة. وقال: ألا ليت ريعان الشباب جديد وعهدا تولى يا بثينة يعود. يقولون: جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث بينهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. وإن قلت ردي لي بعض عقلي أعش به مع الناس، قالت: إن ذا لبعيد، يموت الهوى مني إذا ما لقيتها، ويحيا إذا فارقتها ويعود، إلى آخر الأبيات. جميل هذا لم يكن يمكن أن يقارن بتوبة، توبة بن الحمير، في الشدة والسرعة، السرعة بالصاد، والقدرة على التحمل. فاتفق يوما أن يصطرع، يعني يقاوم كل منهما الآخر، ولا توجد أي مقارنة لا في السيرة، يعني في سيرتهما، ولا في شدتهما، ولا في صلابة قلبيهما، ولا في بدنيهما، فكلها مع توبة. ومع ذلك لما أراد أن يصطرع كانت بثينة تنظر من أعلى تل، فغلب جميل توبة، لأنه لم يستطع أن يغلب أمام من تعشقه، مع أن توبة كان حريصا على أن يصرعه، لكن ليلى الأخيلية لم تكن موجودة، ففطن توبة إلى أن هذا استمد قوته من عيني من يعشقها، فقال له: هل تصارعنا في مكان خال؟ فقبل جميل، فتصارع مرارا 8 7 9 مرات، وتوبة يغلبه في كل مرة. ما الذي كان يدفع جميل؟ نظرة من يعشقها إليه. ولهذا قالوا في الشعر العربي، يقولون: ويهتز للمعروف في طلب الندى، لتذكر يوما عند ليلى شمائله. الله. الآن هذا فقد بالكلية، يعني تقريبا أنا أتهم الناس، لكن المقصود أن هذه امرأة معشوقة وتقول هذا الكلام عن قومها، عن قولها، عن أهلها، عن ديارها: لا تقربن الدهر آل مطرف إن ظالما أبدا وإن مظلوما. وإن قال وقيل، قيل يعني أن العجز هذا استقتبسته من أبيات يظهر أنها للنابغة، لكنها ذكرت في الأول: لا تقربن الدهر آل مطرف. المراد من هذا موضع الشاهد نحويا، جواز الحذف. جميل هذا إذا أذنت لي بالاستطراد، لما حضرته الوفاة، أنا هذا حتى يعني لا يفهم الناس المسألة خطأ، قال لمن حوله: ما رأيك في رجل
له 50 سنة يشهد أن لا إله إلا الله ولم يزني ولم يسرق ولم يسفك دما حراما ويصلي. فقال له الرجل الذي عنده ناج بإذن الله، قال هذا أنا. قال أنت وتقول في بثينة ما تقول؟ قال والله ما كان مني إليها شيء، وأعظم ما أتيته إليها أنني ذات يوم أكبر ما صنعت معها وضعت يدها على قلبي حتى يستريح. يعني هذا ذروة ما بلغت منها. ثم لما شعر بأنه سيموت أخرج رداء كان يلبسه كثيرا وقال من يبلغ نبأ وفاتي إلى بثينة ولو هذا الرداء؟ فقبل أحد الحاضرين وأخذ الرداء وقال أبيات ومات. فذهب به سفر إلى ديار بثينة، فأتى في وسط الديار ونعى بأبيات شعر جميل، فخرجت بثينة فحصلت عن وجهها وبكت، ثم قالت للرجل يا هذا، أي قبل أن أقول قولها، أين تجد نساء مثل هؤلاء؟ قالت يا أخ العرب، إن كنت صادقا فقد قتلتني، وإن كنت كاذبا فقد فضحتني، خرجتني من الخيمة حاسرة الرأس ويطلع وآخر الأمر يصبح كذبا. فإن كنت صادقا فقد قتلتني، وإن كنت كاذبا فقد فضحتني. قال والله إني لصادق، وهذا رداء جميل. فعرفت الرداء فقالت أبياتا تبين أنها باقية على عهد، ثم ماتت. لا إله إلا الله. هذا ليس دعوة إلى ما يفهم، نعم، لأنه هذا مهم جدا أن نفهم عن القائل قوله. أحيانا يأتيك من يتهمك، يتهم غيرك بأشياء لم تدر على خلتك، وهو أوتي من أمرين، إما ضغينة في قلبه أو سقم في فهمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال قبل أن ينتهي الوقت، قال مثلا في الحديث الشريف ما يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما الذي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوله؟ أن يغلظ أمر الدماء. نعم. لكن لا يأتي أحد ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ازني اسرق أهم شيء لا تقتل. نعم. لا يمكن أن يكون هناك أحد يفهم جميل اللغة أو يفهم الحديث الأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الله هذا الفهم. لكن متى الإنسان أعوذ بالله يؤتى إما من ضغينة في قلبه أو من سقم في فهمه. ولهذا تبتلى أحيانا بإنسان فيه ضغينة فيأتي لكلامك ويحوره، ثم يبعث لك بخطاب أو برسالة ويريد أن يقول لأقرانه إنني أقمت الحجة عليه، وهذا والعياذ بالله إنما يريد أن يوطن. مع ذلك أنا أقول عفى الله عن كل يعني من أساء إلينا، لكن يعني أحيانا أنت لا تعين الناس على المعصية. وقد كان بعض السلف يعني يغلبون في دينار ودرهمين، دينار ودينارين ودرهم ودرهمين ولا يرضون، فيقال لهم يعني من أجل الدنيا، قال ليس من أجل الدنيا، لكن لا أعين الله، لا أعينه على سرقة، لا أعينه على إثم. فأحيانا تبين المسألة بجلاء حتى لا تعين الناس على سوء على سوء على الإثم، فيأتي للإثم من ضغينة في قلبه أو من في سقم في فهمه، ثم يحمل الكلام ما لا يحتمل أو يقول ما لا ينبغي أو شيء أنت لم يدر في خلدك. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى غيره، قال إنها صفية الله، وهو من هو وهو عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن الشيطان يجري ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان المتكلم بيّن أنه لا طريق إليه فقد أقام الحجة عليك، فلا تأصل لها فيه مع بيانه أن تقول فيه. ويعني قضية تجرؤ الناس على الأعراض كثر في زماننا هذا. أنا حتى عندما وقع يعني ما وقع لبعض الحكام العرب كنت أقول للناس حاول أن تستفيد من الدرس لا أن تشمت، وربما قلنا هذا في درس. يقول ابن مسعود والله لو أن أحدا عير رجلا رضع من كلبه رضع هو من كلبه، لا إله إلا الله، حتى يفر الناس من الشمات. بل ورد عن عمر أنه كان يقول والله لو عيرت امرأة حبلى بحملها لخشيت أن أحمل، مع أن الرجال لا يحمل، لكن حتى يفر الناس من الشماتة بأحد. فأنت استسقي الدروس، هذا حق لك، ولا والله يقول ولستبين سبيل المجرمين، لا
لكن لا تصل إلى حد أنك تشمت. اللهم